بقلب خرائط سي اس جو في رسمات واشارات وجرافيتي، ومش كلهم موجودين للزينه، منهم حطوا من ورا بقات باللعبه، منهم من ورا بلايز تاريخيه، ومنهم حتى صاروا تطويات عيد اللعيب لاستحقها. اليوم رح فرجيكم 10 رسمات بالسي اس جو وقلكن شو معناتهم. هلا بالجميع، معكم دراد، واليوم رح نحكي عن سي اس جو. قبل ما نفوت بالبلايز المجنونة اللي انعملت فلومة، رح بلش هالتوب 10 بأعتق جرافيتي موجود بالكونتر سترايك، وبيرجع أصوله لأول ما صار في شيء اسمه دستو بالكونتر، وهالجرافيتي هو جوس. هيدا الجرافيتي بتاعني جوسمان، يلي هو اسم مينغلي المستعار. مين مينغلي؟ اللي تثقافه مينغلي هو الشخص اللي عمل لعبة كونتر سترايك، ولو حاضرين قصة فالف كنتوا عرفتوا. بقلب خريطة الترين بتشوفوا هالإشارة اللي بتطلب من اللعيبة عدم الدعس على الحمامات، وهيدي الإشارة ترمز للبيرد بوست، أو مثل ما بحب سميها بيجن إكسبرس. بقلب باتش سي اس جو مضروبة، صار في مشكلة على ماب ترين، وصار فيك أول ما تخلق تركض جالس على الزبلت تشوف حمامات واقفين هونيك وتستعملهم كدعسات تطلع على محلات ما لازم تصلى، وهالمحلات بتعطيك أفضلية على ضدك لأنه بتشوفهم بلا ما يشوفوك. هيدي الباك صارت لأنه حدا من المصممين تبع اللعبة حب يعطيهم مودلز حقيقية للعصافير، ومع هالمودلز صار التزادم بيناتهم وبين الشخصيات شي بينعمل بالجيم، وصاروا اللعيبة قادرين يطيروا. أكيد بالباتش اللي بعدها صلحوا على مشكلة فالف وزادوا هالعلامة اللي فيكن تشوفوها لليوم. من أول ما صار في ماب إرفيرنو بلعبة الكونتر سترايك، كان في شخص قاعد على بنانا ما بيخلي حدا يقطع عليه، وهالشخص هو آدم فرايبرغ. وعلى سنين كل ما حدا يجرب يهجم على بنانا، إن كانوا واحد اثنين ثلاثة أو حتى أربعة، فرايبرغ دايما كان يهدي السايت لحاله، وما حدا كان يهدي له هجماته بس هو يفوت. فمن بعد ما حدا قدر وقف بوجهه، بنانا صارت معروفة باسم طريق آدم، أو مثل ما موجودة باللعبة فيا آدمو. بال2015 كان في فريقين مسيطرين على ساحة السي اس جو، فاناتيك و انفي اس، وبأول ماتش بالجراند فاينلز فاناتيك بيوصلوا ضد انفي اس على الأوفر تايم، وبقرروا يعملوا هجمة ذكية، يوقفوا أربع سنايبرات على الميد بدستو ما يخلوا حدا يقطع ليروح على البي، ويروح جي دبليو لحاله بياخد البي برواق. الشيء اللي بيصدم انه هيدي كانت مخاطرة كتير كبيرة من فريق فاناتيك، لانه ادخن فريق بيلعب اوبر واحد وبيترك البقية رشاشات، لانه القناص ما في يركض على السايت وياخده، بس فاناتيك قالوا ما فرقانة معنا، ما هنخلي حدا يقطع اصلا، وجابوا اربع اوبات وجابوا الراوند والجيم والتورنمنت، ونحط لهم جرافيتي باللعبة، بس رجعت انشالت بس صلحوا ماب داستو. بماتش جامبت ضد امورتلز، جامبت كانوا كونتر على ماب انفيرنو، وامورتلز كانوا تيرورست، وجامبت كانوا عم بيدعسون لامورتلز، بس امورتلز بيقدروا يزمطوا براوند، بيزرعوا البومب وبيروحوا بيتخبوا بالزاوية لتفقع البومب، وانفيرنو اذا بتوقف على الزاوية ورا بتكون بعيد كفاية لما تموت بس تفقع البومب بس تاكل دامج كتير. فدوسيا حس انه امورتلز منن رجال وراح يتخبوا بالزاوية، وقبل ما تفقع البومب سقط لهم انبلة، فقعت الانبلة، فقعت البومب، وفقعت البونجوسي على راس اللاعبين اللي كانوا متخبيين بالزاوية. دوسيا ما اخذ الكيلز بس ما خلاهم يتهنوا بالراوند اللي ربحوها، وخسرن حق دروعة واسلحة. تخلدت هالبلاي ببوستر على انفيرنو. نصل للبلايات الناطرينها، اول وحدة منبلش فيها هي الفولينج اوب بماتش فاناتيك ضد ليكويد. سيمبل، بيبقى بموقف بده يدافع عن السايت بخريطة كاش، بي اوب ضد دينيس وكريمز اللي معهم الرشاشات. دينيس وكريمز بينتبهوله انه معه اوب وبيركضوا على السايت، وسيمبل عارف انه هن عارفينه جاي بالاوب فحيتوقعوه بطيء، بس بيعمل ما حدا بيعمله، بيضل مكمل هجمته، بيركض بالاوب، بنط من هيفن، بجيب اول واحد نو سكوب، بيبرم بابا، تاني بيروح بنو سكوب من الصين. هالبلاي ضجت الدنيا بوقتها، وسيمبل تخلت بعالم السي اس جو.
وتخلدت هالكلي بجرافيتي تحت هيفنز بتفرج سيمبل عم بطير. كمان سيمبل عملها تاتو لأنه أكيد إذا فالف حطوك باللعبة راح تحط اللعبة فيك. بميجر سيمي فاينل بين فناتك وتيم ديجنيتاس، فناتك كانوا على السيتي سايد وكانوا متعادلين مع ديجنيتاس 14-14. ديجنيتاس كان بدهم يربحوا لما ينكبوا برا، وقدروا استلموا السايت بخريطة اوفر باس بسهولة وراحوا وزرعوا البومب. وصلوا فناتك وتأخروا كتير ليكبون برات السايت لحد ما قرر اورف مايستر انه ما بقى يلحقوا اذا ما بلش الديفيوز، فبلش الديفيوز وهو عم يبلش الديفيوز بياكل مولوتوف، بس اورف مايستر ما وقف الديفيوز ومات بذات الوقت الفك فيها البومب، وقدر قدمهم على نقطة التعادل لفناتك وضمن لهم يكملوا لقدام. وأكيد هيك بلاي رح تتخلد بالسي اس جو وبتشوفوها على اوفر باس. بماتش تيم ليكويد ضد لومينوسيتي جيمينج، تيم ليكويد كانوا ربحانين 15-9 على ماب ميراج. الجيم كانت خالصة، المعلقين عم بيقولوا ليكويد مستلمين الخريطة ورح تخلص، بس من بعد ما ينكبسوا ليكويد على المد بيضطروا يتراجعوا ويروحوا خمستهم على البي، وما كان في على البي إلا كولد زيرا المعتر والجيم وقف على ظهره، وأول ما يوصلوا الخمسة ببلش يشتغل السحر مع كولد زيرا. Comes once again, the first base is a trend. He's gonna hit the ground there. It's cold. Oh, what a jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? الموقف اللي كان محطوط فيها اللاعب وقت عمل هالبلاي مع فكرة إنه نط وجاب اثنين بضرب واحد بأوب نو سكوب وشبق الثالث كمان نو سكوب خلت هالبلاي تتخلد بعالم السي اس جو ونحط التاتو بميراج وتاتو على إيده لكولد زيرا. وبنوصل للتوب 1. ليش توب 1؟ لأنه هيدي العلامة في وراها قصة فاتت بتاريخ عالم السي اس جو من وراء الظروف، من وراء الذكاء، ومن وراء قوة اللعيبة اللي ينفذوها. بس قبل ما احكي عن توب 1 بدي اشكر كل اللي اشتركوا جديد بالشانل وقلكن اهلا وسهلا فيكن، 200 سبسكرايبر بيومين رقم ما تخيل تشوفه، فبشكركن على الدعم واكيد على الشيرز اللي عم تعرف عالم جديد علي. بدريم هاك وينتر 2014 كوارتر فاينلز بين ال دي ال سي وفاناتيك، وصل هالماتش لاخر ماب، اللي بيربحه بكمل، اللي بيخسره بفل. وتيم ال دي ال سي ربحوا 12-3 على السيتي سايد المفروض تكون صعبه تربح فيها على هالماب، وحتى بس قلبت كمان ال دي ال سي اخذوا البيستل راوند وبتصير النتيجه 13-3 وفاناتيك بحطوا اول اجر برات الباب ليفلوا. بس باكثر موف عندها بيضات بتاريخ السي اس جو فاناتيك بيفضحوا راقهم وبيكشفوا عن بوست ما كان حدا سامع فيها، فيك تعملها من بيز السيتي وتشوف فيها مناطق بالخريطه مش مكشوفه عاده، وفاجئوهم ل ال دي ال سي لحد ما بقى عارفين منو عم يجوا الدروب. Meister is still waiting. The patience game coming ahead. You can spot them coming out of squeak door as well. He's here. He sees them down there. Straight headshot. They have no idea. Smith's looking confused and dazed. And there's going to be a follow-up headshot on Meister. You've got to be kidding me. Takes down Kirishima as well. Oh, it finally works. They can execute here in the 20th round. Auto sniper picked up on the Lofmeister. And now I'm just wondering. I'm just wondering, is this going to be the case? Is he going to try and shoot through or is he just going to look down there? All right. It's nice. Happening again. Happening again, but let's see. I mean, do they give it away? Do they use it here? I mean, he hasn't even shown that he can use it towards top of mid like this. Fnatic, I mean, LDLC could run right through here. They may have never. Wait, are they jumping around trying to check? No, I think he's just jumping. There it is. All of that. He's raining down death from above. وبس كشفوا لهم الخطة كانت too late وفناتك ربحوا. بس من بعد الماتش بنرفع صوت العالم على فناتك إنه كيف معقول بيعملوا هيك ضرب وسخ وهيدي بق ممنوع يستعملوها. طلبوا دريم هاك من الفريقين يعيدوا الماتش، بس فناتك ردا على ردة فعل العالم قرروا ينسحبوا من التورنمنت ويعتذروا منهم. بس فالف حسوهم انظلموا لهاللعيبة، لأنه مثل ما بنعرف عقلية فالف هي إنه إذا الشغلة موجودة باللعبة وفي مين ما كان يعملها يعني شغلة مسموحة بالتورنمنتس عنده، وشفنا هالشي بالفاونتن هوك. فليردوا لهم اعتبارهم لهاللعيبة على هالكومباك التاريخي حطوا لهم علامة نتذكر فيها هالماتش، وهالعلامة هي إنه ممنوع تقطع فوق الحاجز. على كل حال معكم درات، شاركوا مستحيل اليوم، صار لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، كمان حولوا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. What is good؟ شوفكم حلقة الجاية.
Don't go.